اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس، وربما يكون كتير من الناس اللي بتسمعني دلوقتي، بتشتكي من الهم او من الحزن او من الكرب، وصدقوني ما زلت بقول ان كل ده بعيد، او لان في ناس كتير بعيد عن الله عز وجل، او عن كتاب الله عز وجل، او عن الذكر، او طيب، في بعض الناس بتبتلى بالهم او الحزن، نعمل معهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ نقول لهم اعملوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه عمل. يعني نعمل ايه؟ نقول الادعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دعاء، الدعاء ده يعتبر مهجور، كتير من الناس او قليل من الناس ربما يعرفوه، واقل من القليل بيعملوا به، او يعني يكونوا بيطبقوه. يعني حديث ده كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي عليه مش سامع الصلاه على النبي النهارده، ايه في ايه؟ لازاله الهم والكرب، وعلمه كذلك لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرج الطبراني في الاوسط وحسنه الالباني في صحيح الجامع عن عائشه أنها قالت قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم هم فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يعني ست كلمات سهل جدا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها ألا أعلمك كلمات تقولهن إذا أصابك كرب؟ فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وحسنه القرنوط. فهذا الدعاء هو أكثر دعاء لإزالة الهم، ومع ذلك قليل من يعلمه. أنت النهاردة حبيبي اللي بتشوفني دلوقتي، وأختي أو أمي أو بنتي اللي بتشوفوني دلوقتي وبيسمعوني دلوقتي، لما هتنشر الحلقة دي دلوقتي، كل واحد عنده هم أو غم أو كرب هيعمل بهذا الحديث، فهو في ميزان حسناتك أنت. إيه رأيك بقى؟ ما احنا حريصين على ده، حريصين ان انت تحصل على اكبر قدر من الاجر بفضل الله عز وجل. فكلما اصاب حد، اي احد، هم او كرب وقال الدعاء دوت من خلالك انت، سيفرج الله عز وجل كربه وكربك. ليه؟ لانه من فرج على مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. ما توقفش الحلقة عندك، انشرها عشان يفرج المولى عز وجل، حتى يفرج الله عز وجل الكرب على أمتنا الحبيبة. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.